شو شريف؟ من أين بتلعب لي بموبايلي؟ ايه قافلته عادي، دائما بقفله مو أول مرة. بدك افتح لك اياه؟ شو شو؟ لا أعطيني، بدي افتح لك اياه. ايه رامي عم بسمعك. الحقيقة هو الموضوع إنه خير. شوفي ليش متلبك؟ ان شاء الله خير. انا بس بدي اقول لك بالاول انه انت شو عرفك انه انا على علاقه وحابب او من لانا؟ هي قالت لي انه في وحده بحياتك وبتحبها كثير. بس هيك؟ يعني قصدي ما قالت لك تفاصيل، حكت لك شيء؟ لانه انا بعرفها مرت اخي، بس شاطره بالحكي. لا حرام، ما قالت شيء، بس قالت لي انه في بنت بحياتك وبتحبها كثير. بس بصراحة أنا سألتها بوقتها إنه إذا هي البنت من الضيعة أو من برات الضيعة، لأنه أنا ولا مرة شفتك مع حدا. قامت هي قالت لي إنه من برات الضيعة. مزبوط، هي من برات الضيعة. حكينا مع بعض فترة وما صار هيك انسجام. أنا بالبداية كنت أفكر الموضوع إنه هو حب، بس اتضح لي إنه هو اندفاع، انسجام، صار مشاكل. هلا أنا شو بدي بهذا الحكي؟ أنا جاي أقول لك شيء كثير مهم. مرح أنا معجب فيك كتير وحابب أطلع أفوت أنا وياكي لنفهم بعض أكثر. بس أنا وضعي ما لو سمحتي خليني أشرح لك بس مشان تطمني. أنا برجع بقول لك إنه أنا كتير معجب فيكي وكتير حابب إني أتعرف عليك، وأكيد إذا صار انسجام بيني وبينك أنا رح أروح لعند أهلك وأطلبك منهم. بس أنا بدي هذا الموضوع يضل بيني وبينك، يعني ما بدي حدا يحكي ويلت ويعجن. أنا مشانك يعني أنا بلكي ما صار نصيب بيني وبينك، ما بدي حدا يحكي عليك. عفوا بس هلكوني بالمحل. ماشي الحال. لأيمت بدك تضل ما عم بترد يا رامي؟ يي وطفى تليفونه كمان. أنا بأرجيك مو علي هالحركة. يعني مو لانا دللتك علي؟ اكيد لانا بتعرف ما
لا 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 انا ما بديها تعرف، قصدي يعني انا ما بحب حدا يعرف، ما بحب حدا يعرف خصوصياتي. يعني لبين ما تزبط الامور لو سمحتي. طيب بس رامي بدي اقول لك شغله، انا ما فيني كتر طلعات كثير برات الضيعه، يعني مشان امي. هلا مشان امك؟ ليش انا بهون علي؟ هي فتره قصيره وبس. تاخدي قهوه؟ لا منيح حاد. حلو على البحر. ما لقيت غير رفيقتي. كده مشتاق لك. مبسوط معي؟ انت مبسوط معي؟ انت بدك تعمل لنا قهوه هلا ترى؟ لا يلا. عليك يا حبي. شو هذا؟ معك عيد مبارك حلوين. جن غليظ. Thank you.
هذا شو جابوا لهم؟ تخيل هاي هدية سناء. العمى معقول شو قال لي لذوق؟ قلت ليه متضايق؟ أنا ما زعجت. شلون يعني مالك متضايقة؟ ما فهمت. لأنه ببساطة هي سناء. كيف يعني هي سناء؟ يعني وحدة ما بتتواخذ، متسرعة ومجنونة وعصبية وبتعمل اللي براسها حتى بدون ما تفكر وبس. مزبوط هي سناء. بس أنا ما بدي إياكي تتضايقي وتفكري لا سمح الله بيوم صار أي شيء، فماني علي ما؟ أنا ماني متضايقة. هلا هي هيك بتكون فشت خلقها وفكرت إنه أنا وياك علاقة بيناتنا على الآخر ونحن نسوان ونفهم على بعض. والأحلى من هيك إذا بدي رد بنفس الطريقة تبعها رح فوت وجع الراس على بيتنا، وهذا آخر شيء بفكر فيه. بتعرفي شغلة؟ أحيانا بحسدك على طريقة تفكيرك، بس كمان يعني مو تروحي للآخر بالقصة. كمان حقي عليكي تغاري علي وتحبيني. مين قال لك إني ما بغار عليك وبجن عليك؟ بس مو الفاضي. شلون يعني مو الفاضي؟ يعني ما بغار عليك إلا إذا حسسني قلبي إنه في خطر حقيقي. أما سنة قلتيلي لمسة ايد ونحكي ونفضفض، اه؟ ولا جاري الفضفضة معه أحلام؟ وجود؟ لا لا ما عيب تغلطي بحقي يا مدام يا محترمة. خلاص قولي مودك غير. خلاص وعدت ما بدي أكثر من هيك. اصحك تطولي لسانك علي، وإلا بفتح تليفون لحماكي العزيز أو لبنتك القطوطة وخليهم ساعتها يصدقوا إنك كنتي عم تفوتي وتطلعي لعندي وما صار بيناتنا شيء. أنا بقى ما بصدق إنه في رجال ومرأة وبيت فاضي لحالهم وما صار بيناتهم شيء. انت بتصدقي؟ مرحبا حبيبي، وينك؟ ايه طيب حكيني شوي. ايه وإذا عندك مريضة يعني شو إسعاف؟ عم قلك حكيني شوي. طيب قديش عمرها المريضة؟ خلص ماشي لا تعصب. يلا باي. ماما مو أساس مطالعة كمان. ماما مشان الله صحة ماما تقمري. ليش ما عم بترد؟ هلا شبكي دقة أكثر من 100 مرة، شو في؟ خلص مو وقتها، ماما كثير تعبانة وجيت لقيتها واقعة، ما بعرف شو صار لها. أول مرة بصير معها هيك. طيب حبيبتي اهدي شوي، حاولي تفيقيها، مشيها شوي، وإذا صحيت تعالوا لعندي على المشفى، خلينا نعمل لها فحوصات. طيب خلص بنحكي بعدين، يلا خليني أشوف شو. باي. طيب، يلا ناطركم. باي. هاي التحاليل طلعت. لا الامور ممتازه، شويه تعب، الدكتور كتب لها فيتامينات. والله ما كان في داعي اعصبكم، قلت لها بس ما في داعي اجي، بس هي اصرت. الحمد لله على السلامه. عزامك راحه. سلام. بس ممكن ليها شوي؟ ايه لا حمزتك. تفضل. بها شي ماما؟ ما بها شي، بس انت شو صاير لك؟ شو فيكي؟ قول لحالك. شو بدي اقول لحالي؟ يا
يعني اذا تاخرت عليكي ثواني لحتى رد بتعملي لي 100 قصه و100 مشكله؟ بالله ثواني انت فصلتي وانا بشد الحاجه لك، كانت ماما تعبانه شو كنت بدي اعمل يعني؟ لك بس ما انا كنت بغرفه العمليات، بعدين خففي لي شوي هي الغيره، حاجه عم تطلعي بالعالم يمين وشمال. انا اطلع بالعالم وشمال. مرحبا دكتور. اهلين. اكثر اكثر اكثر. خلصنا بقى، خلصنا نحن بمركز تجميل، عيب عليكي بقى هيك تحكي. بعدين شو هذا اللبس اللي لابستيه؟ حلوين؟ ايه حلوين بس يعني طالعه هيك مثل قوس قزح، بعدين خففي لي شوي من تحت ولو حبيبي عملي تحلي على البيع بما اني انا جيت وجيت لهون. جد عم بحكي ليك شو كون عم بحكي فيك شو؟ ماشي هلا خلي الدكتور هون يعمل لك، يلا تعال.